مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عرب وود وجديد الاخبار العربيه والعالميه. ازيك يا احمد؟ ازيك يا خليل واهلا بحضراتكم ويلا بينا نبدا حلقتنا. عرب وود يكشف تفاصيل المكالمه المفاجاه من مايا دياب لجاد شويري. انبسطت انه جاد كمان كان ناطر هيدا التليفون. شيرين عبد الوهاب ترد على منتقدي غلاء اسعار تذاكر حفلها بجده. انا ما كنتش فاكره ان في ناس ممكن تاذي من غير سبب. هوس المجوهرات لدى الفنانات العرب. لبست كثير فنانات الحمد لله. علامات الحمل تظهر على داليا مبارك. حاسب مسؤوليه كبيره وان شاء الله يا رب اكون قدها. نجوم العالم بيشجعوا منتخباتهم في المونديال على طريقتهم. ياسر سامي يستنكر حذف مشاهد دره وسيد رجب من نسر الصعيد بطلب من محمد رمضان. لا تدخل ولا الغاء مشاهد عن عنده ولا الكلام ده. مساء الخير عليكم مرة تانية. حلقتنا النهاردة هنبدأها من عالم الإكسسوارات مع شوق كل النساء، لكن هيكون من دبي من خلال إطلاق الوزن الفلاح وطرح مجموعتها الجديدة تحت مسمى سترينث أوف سبيرت، وده طبعا كان بحضور المشاهير. ويمكن كلنا عارفين إن الوزن هي في الأصل لعبة منتخب الإمارات للدرجات النارية، لكن في النهاية هي عندها هوس بتصميم المجوهرات زي كل النساء خاصة الفنانات، ويمكن كمان عندنا إحنا العرب الإكسسوارات مهمة جدا في حياتنا اليومية. قدرت الوزنة تثبت نفسها بعالم المجوهرات وتكسب ثقة العديد من النجمات عشان يلبسوا من عندها. لبست كثير فنانات الحمد لله، من بينهم طبعا صديقتي الغالية شذى حسون، وعندي أسمى المنور، عندي مريم سعيد، سلمى بن عمر، كلهم ما شاء الله لبسوا من عندي يعني الحمد لله. والمعروف عن أحلام اهتمامها بالمجوهرات، فهل تحب تختار ليها قطعة تناسبها؟ أحلام طبعا فنانة كبيرة ولها قاعدة جمهورية كبيرة، فأي مصمم أو أي حد يعني يتمنى أن تلبس من عنده أحلام أكيد. واعترفت الإعلامية مريم سعيد بحبها الشديد للمجوهرات وخصوصاً الساعات منها. بحب الساعات لأن بحسها عملية أكتر وممكن ألبسها day night، وما عنديش مشكلة مع ألوان الذهب يعني بلبس كل الألوان. أما شذى حسون فعشقها للمجوهرات ملوش حدود. منو ما يحب مجوهرات؟ أنا أعشق المجوهرات جدا جدا جدا. أحب الروز جولد كثير لأنه حلو على جسمي، يعني أغلبية مجوهراتي روز جولد. الدايموند منو ما يحب الدايموند، يعني كلنا نحب الدايموند. كمان كشفت لنا سر قلادة فزاع اللي لابساها. هي مسوية أوريدي نفس القلادة على زيد، قلادة زيد لأنه عام زيد، فوحنا قاعدين مرة فقلت لها ليش ما تكملي مسيرة هذه لأنه نجح القلادة زيد، قلت لها ليش ما تسويها وتحطي كل فترة اسم لشيخ من شيوخنا. طبعا مصممة الأزياء سلمى بن عمر بتحب البساطة في كل شيء حتى المجوهرات. 100% المجوهرات مش بالكم، ممكن تكون اشياء بسيطة جدا لكن تكون مكملة لللبس وتخليه يبين بطريقة أحلى. وده نوع الذهب المفضل ليها. أنا بحب كتير الذهب روز جولد، بعشق الذهب روز جولد أكثر شيء، ومع دايموند صغير. من مقدم برامج لغول تمثيل زي ما بيقولوا، مراد مكرم اللي اشتهر في بداية مشواره بالأكيل فاجئنا السنة دي كمان بدورين من أهم أدواره. وطبعا ده كان من خلال مسلسلات ليالي أوجيني وبالحجم العائلي اللي هيكلمنا عن مدى الصعوبة اللي قابلها بالذات في دور عزيز. الدور يرغمك انك تقبل ان شخصية عزيز مضادة لشخصيتي في كل حاجة، ده تحدي لأي ممثل.
يعني فكره ابن امه كانت بتطلع بطريقه كاريكاتيريه شويه. عمر ما حد عملها جد، عمر ما حد عملها بطريقه جد قوي كده. نرمي يعني عشان انت بتتوحم على السمك؟ كان صاحي وبيلعب في المشنات وشكله مبطرخ ويفرح، كان هين عليا اجيب شروه شبار. طبيعه دور عزيز هو شخصيه بيعبر عن مشاعره بصعوبه وكلامه قليل، وده زود صعوبه ادائه للدور، بس نجح مراد انه يوصل مشاعر الشخصيه ببراعه. معظم دور عزيز 70% 80% منه انت انا بمسك بعيني، لانه هو منكسر، هو مش حد بيعبر عن نفسه ومش حد بيعرف يعبر عن نفسه بالكلام. على الاقل ساره شايفاك وشايفاك كبير مش زي التانيه. مالها التانيه؟ ما هي من ساعة ما رجعت وهي واخدة مننا جنب عشان تريحك، وانت اللي مصممة تعديها. المخرج هاني خليفة معروف عنه هوسه بدقة التفاصيل. كواليس البرفكشن ده كشف لنا عنه مراد. لما احنا كنا ساعات ننسى كلمة فنستبدلها بحاجة معاصرة كنا بنعيد. حرام عليك تعذبني وتعذب حالك. الحاجة الوحيدة اللي طلبت مني هو الإيقاع. تمثيل يبقى إيقاع يتناسب مع الزمن. مسلسل العلم جيني كله على بعض وما تلاقيش فيه غلطايا يعني واحدة. ونروح المسلسل بالحجم العائلي وسر قبوله انه يكون ضيف شرف. انا طبعا مش ممكن يبقى ليا مشهد واحد حتى مع دكتور يحيى وما عملوش. مين ممكن يرفض معاه يعني مشهد ان شاء الله يعدي كده يسلم عليا يعني. نهى انا عارف كويس قوي المرحلة اللي انت بتعدي منها، مرحلة انك مش مستوعبة انك بتخرجي من حاجه بقالك سنين متعود عليها. خليكم معانا لان بعد الفاصل هذا ما جمع مايا دياب بجاد شويري. جاد كان عنده كتير افكار للكليب. بليك لايفلي تستأنف تصوير ذا ريزم سيكشن في مدريد. المخرج ياسر سامي يرد على كل الانتقادات الموجهه لنسر الصعيد. احنا شايلين فوق ال 250 خطا. مرة تانية رجعت بليك لايفلي لوكيشن تصوير في المهل الجديد The Rhythm Section، وده كان في شوارع مدريد بعد توقفه في بداية 2018، وده بسبب إصابة اتعرضت ليها بليك لايفلي. إصابة بليك لايفلي كانت بكسر بإيده خلال تصوير بعد ما شاهد الفيلم بأيرلند، واحتاجت وقتها لعملية جراحية ووقت أكثر للتعافي. وبمحاولة لعرض الفيلم بدور العرض ب 2019 عادت بليك لتصوير أحداث الفيلم من جديد، ولكن هالمرة بمدريد. وتحولت بليك باللوكيشن لأمرأة أخرى ما ممكن التعرف عليها بسهولة من بعد ارتداء شعر مستعار قصير لتجسد دور امرأة مدمرة بالكامل من بعد وفاة عائلتها بحادث. The Rhythm Section من إخراج ريد مورانو ومقتبس عن رواية للكاتب البريطاني مارك بيرنيل تحمل نفس الاسم. I found their weakness. الفيلم إنتاج مشترك لشركة آي أم جلوبال مع مايكل جي ويلسون وباربرا بروكلي منتجي الأجزاء الثمانية الأخيرة من فيلم جيمس بوند. The author of all your pain. We'll be right back.
وزي العادة بتبتدي أعمال محمد رمضان بضجة وبتنتهي بضجة، فخلص مسلسله نسر الصعيد ولسه الكلام شغال عن الخلافات بين أبطاله، يعني محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر. الكلام ده قاله مخرج المسلسل ياسر سامي إنه مش صحيح، ووضح لينا حقيقة كل اللي تردد في الفترة الأخيرة عن تدخل محمد رمضان عشان يصغر أدوار درة وسيد رجب لصالح ممثلين تانيين. ده غير كمان إنه كشف لعربوت حقيقة موكيل عن خلاف درة ووفاء عامر على ترتيب أسمائهم على التتر، ورد على كل الانتقادات اللي توجهت للعمل. خطوة مهمة قدر يحققها ياسر سامي في تاريخه كمخرج دراما، وخاصة ان اول مسلسلاته كانت مع محمد رمضان في نسر الصعيد، واللي شايفه عمل ضخم جدا. احنا مصور تقريبا حوالي 750-800 مشهد، يمكن اكتر كمان، بتتحول كل 3 حلقات لفيلم، فانت عاملة 10 افلام درامية و10 افلام قوية. نسر الصعيد قبله بعض الانتقادات على السوشيال ميديا، ومنها هنا بعض المشاهد فيها اخطاء اخراجيه. ما بدأتش لان عندي ثقه في ان مش ده كيان العمل. مسلسلات السيزون دي بتبقى دايما فيها مشاكل، وخصوصا النسخه الاولانيه مش نسخه العرض الثانيه. يعني في نسخه العرض الثانيه ما بقاش فيه مشاكل، ده راجع لان احنا عندنا طبعا وقت قياسي لتنفيذ عمل ضخم جدا، فبنبقى كلنا بنجري، يعني مش واخدين راحتنا حتى شويه. احنا شايلين فوق ال 250 خطا، كوري ما كانش فاضي، احنا مش عارفين نسيطر على اهل هنا. في مشهد تاني يوم كنت ما قدرتش اشتغل بسبب كم اللي عملوه الناس فينا من كتر الخبط والضغط عشان نحمل. وترددت اخبار عن استبدال ياسر سامي باحمد سمير فرج كمخرج للعمل وليس كمخرج وحده ثانيه. مش الكلام ده، المسلسل كله 16 ساعه، انا مصور 13 ساعه منه. ال 13 ساعه دول يعني المسلسل تقريبا. في حاجه اسمها سكند يونت، السكند يونت دي بيستعين بيها دايما المنتج عشان يلحق يكمل عدد ساعات معينه او تايم معين، لازم يتارجت التايم ده. هو عامل تقريبا حوالي 2.5 ساعة تصوير، اوكي، دي بيبقى عدد مشاهد مش هنلحق رمضان ومش هنعرض الحلقه غير لما تجمل هذه المشاهد. وكمان كان ليه رد واضح عن شائعات تدخلات محمد رمضان في مساحات ادوار بعض الفنانين زي درة وسيد رجب. لا تدخل ولا الغاء مشاهد عن عنده ولا الكلام ده. تدخل محمد رمضان بيبقى لشخصه فقط، عمره ما تدخل لا في ممثل ولا في تكنيك ولا في شكل تصوير. كنا بنشوف المشاهد اللي فيها معلومات مكرره، يعني زين ضرب عليه نار فما رجعش الاقيها بتقول شفت يا ماما كانوا هيموتوه. تمنياتنا لياسر سامي النجاح في خطواته القادمه. بعد الفاصل، حسام حبيبي يلازم شيرين في حفلها بالمملكة. أكيد أنا أحب أغني تاني مع حسام لأن حسام عنده فكر. عربود يرافق مايا دياب أثناء تصوير أحدث كليباتها بعده. هذا الكليب ما فيه ليبسينج. في ثارة الخليج، نوال الكويتية تشعل أجواء حفلتها بجدة. اليوم إحنا بحدث يحكي عنه كل العالم. بعد طول انتظار طرحت مايا دياب اخر كليباتها بعده، واللي سبق في لقائنا معاها قلنا انه بيشهد لوك جديد لمايا اللي ظهرت فيه وهي قصة شعرها، وده في خطوه جريئه منها. لكن داخل الكواليس لاحظنا مدى الانسجام اللي كان بين مايا وبين مخرج الكليب جاد شويري، اللي طبعا ده بيعتبر اول تعاون بينهم، لكن ايه سر انهم متاخرين في التعامل مع بعض؟ وايه كمان تفاصيل المكالمه اللي حصلت بينهم؟ ده اللي قدر يعرفه الزميل راغب حلاوي وهو في كواليس التصوير. انبسطت انه جاد كمان كان ناطر هيدا التليفون، يعني انه نحن بدنا نعمل هيدا الكليب. جاد كان عنده كتير افكار للكليب. وبعده بيسالني بعده اذا كنت بحبه بعده. وفي الاخر استقر مايا وجاد على فكره حبيبها الفن اللي حاير الجميع، واكتشفنا من خلال الكليب انه روبوت. عنه ما بيبعد عنه ولا بقدر ازعل منه، لو كل العالم جنه بقلب عيوني بخليه. الحقيقه انها فكره صادمه ان مايا تحب روبوت، بس مش غريب على افكار مايا وجاد. كان عبالي يكون شيء مختلف وما نشوف مايا مثل ما شايفينها بعدة لوكات، بعد عبالي هي قصة مرة بالمستقبل القريب، نهار من وقتها ما بتوعى لنهار ما لحديت ما بترجع على البيت وبتنام، وقصة حب بينها وبين ألفن. كمان مقاومات جات شويري كمخرج زودت من ثقة مايا فيه وثقتها في نجاح الكليب. السريعين عندهم هيك الفيجن ردي، بس يشوفوا الشغلة أخدوها على الكاميرا حتى لو كانت من أول مرة they stop، يعني لحتى كمان الإنسان أو الفنان اللي واقف بوجهن ما يتعب على شطات يمكن ما بنستعملهم بالآخر. هو حبيبي الغالي الأغلى.
الكليب مختلف وجديد في كل شيء، من أول لوك مايا اللي فاجئ الكل لطريقة التصوير اللي جات صرح إنها أول نجمة توافق على الظهور بالطريقة دي. هذا الكليب ما فيه ليبسينج، مايا ما عم تغني الكليب، مش أي فنان بيقبل هيدا الشيء. حلك شغلة أكتر، ب 12 سنة أنا أما 14 سنة عم بصور كليبات، ولا مرة يمكن فنان يما فنانة قبلوا إني ما ضويهم حلو بيوتي شوت، كرمال الشوت يطلع حلو، كرمال الفكرة تطلع حلوة، مايا بتقبل، بتقلي لا، روح لأبعد. وبالإضافة للتصوير وتكنيكات الكليب، كلمات ولحن الأغنية كمان كان ليهم دور كبير في نجاحها. هي الغنية كتير حلوة، بدي أتشكر زياد برجي لأنه ما بيوقف بولا ثانية أنه يعطيني أحلى أغاني. أحمد ماضي يعني هالقد بقدر انبسط بالكلمة اللي بيقولها، هذه الشرارة بياخد الموسيقى وبيعليها لمستوى غير متوقع دايما، وأنا دايما بتطلع بأغانية بس رح اسمعهم بعد 15 و20 سنة، بتخيل هالقد بتطلع لقدام بالموسيقى. الحدث الأهم في العالم كله دلوقتي هو كأس العالم بروسيا، وكان طبيعي جداً أننا نلاقيه بيسيطر على أجواء البلاد العربية الأربعة المشتركة في البطولة. وشفنا الفترة دي أكتر من أغنية وإعلان لدعم المنتخبات العربية انتشرت بصورة كبيرة على السوشيال ميديا. في مصر نزل أكتر من أغنية لكأس العالم، كان آخرهم أغنية إساف وسمية درويش بعنوان أم نادي لصلاح. شفنا أكتر من إعلان لتشجيع المنتخب، ومنها إعلان أبو اللي قدم خلاله أغنية بعنوان إحنا الفراعنة. بيسمونا الفراعنة والفراعنة دي ليها أصول، الفراعنة يعني الجدعنة والاستقبال وقت اللزوم. وفي إعلان إحدى شركات الاتصالات تم تقديم أغنية قديمة لسمير الإسكندراني بتوزيع جديد. حبك علم كل جيل من بعد جيل. وشفنا نجوم جيل 90 مع نجوم منتخب مصر الحاليين في إعلان لنفس الشركة. وفي تونس قدمت واحدة من شركات الاتصالات أغنية هاو جايين بشكل جديد في إعلان مميز. خم بدو شوية من الروتين، هم جايين هم جايين، في هم طلعوا زادة غمرين، هم جايين هم جايين. شركات الاتصالات في السعودية عملت نفس الشيء، وكان منهم إعلان تضمن أغنية بعنوان هلا وغلا يا الأخضر، وإعلان العب يا الأخضر. ده غير أغنية يا سعودي اللي قدمها رابح صقر من كلمات تركي آل شيخ. يا سعودي يا الغالي من قمة القمة. وفي المغرب كانت أغنية الطريق إلى روسيا اللي قدمتها فرقة كرافاتا مع سلمى رشيد من أكتر الأغاني انتشاراً على السوشيال ميديا. يلا هالوليدة واجمعي الباليزة يا وقرت بإيدة وروسيا ملابيزة. وسبق أكيد نجاح أغنيتها إحنا جينا لأسمى المنور واللي استمر تداولها خلال أيام البطولة، وده رغم طرحها في 2017. إحنا كاينين لنكونوا ما كاينين، كل شي غيعرف غرب علاش جدين. أما رسالة الأجمل فكانت أكيد رسالة قدمها الشعب الفلسطيني للمنتخبات العربية المشاركة بكأس العالم من خلال إعلان إحنا هون.
ده كان من الجانب العربي، لكن بعيدا بقى عن الفن واضواء الشهره، لقينا ان في عدد من نجوم العالم قرروا انهم يشجعوا منتخباتهم على طريقتهم الخاصه. يمكن انا يحيى من الناس اللي عجبوني جدا على السوشيال ميديا او حتى في كواليس المباريات وتشجيعهم هي سلمى حايك وتشجيعها للمكسيك. انا كمان برضو خليل وشفت كمان كذا نجم على السوشيال ميديا، بس عجبني اكتر ولفت نظري تشجيع نجوم لمنتخبات غير منتخبهم الوطني زي الكولومبي مالومه اللي ظهر بتيشيرت منتخبه المفضل الارجنتين خلال تواجده بموسكو. ده حقيقي فعلا في اكتر من نجم عمل كده، بس طبعا حلوه روح التشجيع وحلوه الروح اللي كانت موجوده في جميع مباريات كاس العالم. تفاعل انريكي اغليسياس مع مباراه منتخب بلده اسبانيا ضد البرتغال يلي انتهت بالتعادل، من خلال نشر عبر انستغرام صورته وهو عم بيتابع المباراه بمنزله مع انا كورنيكوفا وبصحبتهم طفلين التوام نيكلاس ولوسي. وظهرت إيفا لونغوريا بشهور حملة الأخيرة مرتدية تيشيرت منتخب المكسيك بلد زوجها، وذلك بعد فوز المكسيك على ألمانيا، وعلقت إيفا على الصورة وكتبت ابني مستعد للمباراة الثانية. واحتفلت أيضا سلمى حايك بفوز بلد المكسيك على طريقتها الخاصة بنشر صورة لها هي وعم ترقص وتحتفل بتيشيرت المنتخب. What are you going to do? I have a plan. Mom, you need to see me so I can give you enough money for you to start a new life. أما نجم الكرة السابق ديفيد بيكهام فاسترجع ذكرياته مع كأس العالم اللي شارك فيه عام 2002 و2006 حامل شارة الكابتن ليتسلمها بهالدورة اللاعب هاري كين. ونشر ديفيد صورة بتجمعه بهاري هو وصغير عبر انستغرام ليعبر عن فرحته بفوز منتخب بلده على المنتخب التونسي، ويثني على أداء هاري يلي سجل هدفي منتخب انجلترا باللقاء. وبجانب دعم منتخب بلادو كولومبيا ظهر ملومة بتيشيرت منتخبه المفضل الأرجنتين خلال تواجده بقلب الحدث بموسكو. ومن المتوقع مع اقتراب حسم الفرق يلي بتتأهل للأدوار المقبلة انه يتجه عدد من المشاهير لروسيا لمشاهدة المباريات والاحتفال بالفريق الفائز بكأس العالم. خليكم معانا لان بعد الفاصل حفل النوال الكويتيه وداليا مبارك كامل العدد. حاسه بمسؤوليه كبيره وان شاء الله يا رب اكون قدها. عفويه شيرين عبد الوهاب عنوان حفلها الاول بالسعوديه. اتعرض عليها حفلات كتير قوي عشان يضربوا الحفله دي وانا ما رضيتش. لسه مكملين معاكم في تغطية احتفالات العيد في جدة، وفي حفل النساء فقط قدمت نوال الكويتية وداليا مبارك ليلة ولا أروع بشهادة جميع الحضور وتحت إشراف شركة روتانا. بس ما نقدرش نفوت حاجة مهمة جدا في الحفلة دي بالذات، وهي علامات الحمل اللي كانت واضحة جدا على داليا مبارك اللي بتقف لأول مرة على مسرح بلدها السعودية. ده حقيقة خليل طبعا، ويمكن كمان هي شكرت كل القائمين على الحفل في بوست ليها على انستغرام عبرت من خلاله عن سعادتها. وينكم يلي فوق نايمين؟ بالحفلة دي بتعتبر داليا أول سعودية بتغني على مسرح بلدها، وقدرت تتفاعل مع الجمهور وتنسى متاعب حملها اللي كان واضح عليها ملامحه. سعيدة اليوم أوقف على مسرح بلدي وحاسة بمسؤولية كبيرة وإن شاء الله يا رب أكون قدها. وقبل طلوعها على المسرح كان شعور النجمة نوال الكويتية مختلف عن أي حفلة قدمتها من قبل. في اليوم مختلف من العصر وأنا يعني عندي توتر زيادة عن اللزوم اليوم. وفور صعودها على المسرح نسيت التوتر وقدمت مجموعة من أروع أغانيها واللي كان حافظها الجمهور عن ظهر قلب. في المملكة اليوم احنا بحدث يحكي عنا كل العالم. الجمهور جاء من جميع أنحاء السعودية وكان متفاعل مع الحفل بشكل كبير لدرجة أنهم اعتبروه من أحسن الحفلات اللي تقدمت. صراحة كان مرة متعة جدا وانبسطنا وكان الحفلة جدا رائعة. نوال دمعت من كثر ما هي مبسوطة أنها جالسة في جمهور في السعودية وجمهور نسائي.
ويظهر ان اجواء العيد في جده كانت ولا اروع، لان الحفل الثالث اللي كانت بتشهده نفس المدينه كان الحدث الاهم، وهو حفل شيرين عبد الوهاب اللي كان عندها اصرار كبير جدا ان محدش يشاركها فيه، واللي كان واضح جدا اهتمام جوزها حسام حبيب انه يكون جنبها خلال المؤتمر والبروفات والحفله كمان. لكن طبعا عفويه شيرين عبد الوهاب كانت من اهم ملامحها على المسرح زي ما عودتنا. شيرين اصلا معروفه انها ما بيهمهاش حاجه، وعشان كده من خلال لقائنا معاها كانت حريصه جدا انها توجه رساله لكل اللي بيحاولوا يأذوها. اتعرض عليا حفلات كتير قوي عشان يضربوا الحفله دي وانا ما رضيتش، لان السعوديه ليها مكانه خاصه في قلب كل الفنانين. ما ترددتش شيرين ثواني واحيت بكل الحب ولحفلاتها في المملكه العربيه السعوديه بنجاح كبير رغم كل الضغوط اللي حصلت. ناس كتير حاولوا يبوظوا الحفله دي زي ما بوظوا اللي قبليها، بس ما الحمد لله اللي ربنا في ظهره واللي ربنا معاه ما بي مش هيعرفوا يعملوا له حاجه ولا هيأذوه. شيرين من انجح المطربات في الوطن العربي، فطبيعي ان يكون ليها اعداء واللي اهتمت توجه لهم رساله قويه. بس انا نفسي الناس تنظف قلوبها، يعني لان ما حدش عارف ممكن يمشي امتى، يمكن في لحظه يمشي يعني. وانا الحقيقه عندي انا اصراري هو اللي عملني اصراري. انا في كتير ناس كتير بتحاربني، ناس كتير عاوزه تاذيني وتقعدني في البيت، بس مش هيقدروا مش هيعرفوا. شيرين كانت هتعمل حفله من عده اشهر في السعوديه، وناس كتير انتقدت غلاء اسعار تذاكرها. والله انا مخضوضه، انا ما كنتش فاكره ان في ناس ممكن تاذي من غير سبب ومن غير مبرر. يعني انا من اوائل الفنانات اللي لما اتفتح السوق الحفلات في السعوديه طلب مني ان انا ابدا اعمل حفله، وكنت مرحبه، وكانت حفله خيريه والتيكتس كان غاليه جدا. في ناس من بعض الناس المريضه برضو دخلوا وقعدوا يتريقوا ليه سعر التيكتس غاليه كده، هو انتوا جايبين مين يعني؟ هو مش ليا، هو مش عشاني، ده عشان حاجه خيريه. فبالتالي كنت حابه قوي اعمل الحفله دي. حب الجمهور السعودي لشيرين كان واضح من اول استقبالهم ليها في المطار هي وزوجها الفنان حسام حبيب. بس فرحة شيرين كانت كبيرة بوجود الحفلات مؤخرا في السعودية. انا سعيدة ان سوق الحفلات اتفتح في المملكة العربية السعودية، وان شاء الله نكون قد اسعاد الجمهور في المملكة. اجواء الحفلة كانت كلها مبهجة، وتفاعلت شيرين مع الجمهور في كل اغانيها. ديو شيرين وحسام حبيب كل ما غني نجح جدا وحقق أكتر من 37 مليون مشاهدة، فهل ممكن يكرروا التجربة قريب؟ بس احنا مش مرتبين لحاجة، بس أكيد أنا أحب أغني تاني مع حسام، لأن حسام عنده فكر، وقبل ما نتجوز كان بيساعدني ولحد دلوقتي بيساعدني في اختيار أغنية. أنا أحب إن أنا أغني معاه تاني، أحب إن احنا نفرح الناس، بس أكيد بعمل مختلف تماما عن اللي قدمناه مع بعض. لو في تجارب شيرين التمثيليه مش كتير، بس هي بتوعدنا ان هيكون ليها تواجد قوي قريب. في مسلسل اتعمل اسمه اهو ده اللي صار، كان معروض عليا وانا ما قدرتش، لاني مش حابه تاني اكرر تجربه الطريق. ان شاء الله اذا لقيت النص الكويس اللي يخليني ادخل تاني الدراما هعمله، لكن في السينما انتظروني في حاجات قويه جدا، لان انا مركزة في السينما الفترة الجاية، وإن شاء الله يكون لي كل سنة فيلم بإذن الله. بكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تتواصلوا معنا على السوشيال ميديا وعلى روتانا دوت نت. شكرا للمتابعة، واستنونا بكرة. باي باي.